تعتزم وكالة الفضاء المصرية إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين بتكلفة 74 مليون دولار بحلول أكتوبر القادم. كشف المسؤول عن مشروع القمر الصناعي الدكتور أحمد الرفعي أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع واختبار مصر سات 2، ومن المقرر أن يغادر القاهرة في الأربعاء المقبل الصين استعدادا لإجراء التجارب النهائية عليه قبل عملية الإطلاق. اليوم نشهد تسليم نموذجين قمر صناعي مصر سات 2 إلى مصر الصديقة، ولعل هذا الإنجاز الكبير هو من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسين البلدين، رئيس الصين شي جين بينغ ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وتعد القيادة الاستراتيجية والرعاية الشخصية من قبل رئيسين البلدين. نحن حققنا هذا الإنجاز الكبير، وهذا البرنامج يمثل علامة فارقة لتعاون الصين المصري خاصة في مجال الفضاء. الجدير بذكر أن هذه السنة تصادف الذكرى 10 لدارها مبادرة هزام الطريق، خاصة أن مصر من أول الدول التي تجاوبت مع هذه المبادرة وانضمت هذه المبادرة، وهذا مشروع أيضا مشروع نموذج أرايد في إطار التعاون الصين المصري في بناء مبادرة الحزام الطريق. بالنسبة إلى هذا المشروع أعتقد له أهمية بالغة، ذلك لأسباب أربعة رئيسية. أولا، إن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول قمر الصناعي في خارج الصين. ثانيا، مصر هي أول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق لقمر الصناعي في خارج الصين. ثالثا، الصين استخدمت المنشآت المعنية لتدريب الكفاءات المصرية كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل التصميم واختبار والتجميع وتقييم القمر الصناعي. هذه نقطة مهمة جدا، لأن مصر ستكون لها قدرة مستقلة لاستخدام هذا القمر الصناعي. النقطة الأخيرة، أن مصر سوف تصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكميل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال هذا المشروع المهم.